هرمون الدوبامين كمادة كيميائية، فهو هرمون كاين بشكل طبيعي في جسم الإنسان، وكيتعتبر أيضا ناقل عصبي. فهذا الهرمون كيعزز مشعور الإنسان بالسعادة، وكيأثر على المزاجية ديالنا والنوم والمذاكرة والتركيز، وبزاف الحوايج عندهم علاقة بالراحة ديالنا. فالدوبامين كهرمون عرفنا، ولكن هذا ماشي هو الموضوع ديالنا اليوم. فحنا كشباب العشرينيات عندنا بزاف ميت كالدراسة والعمل وحتى الرياضة اللي هي جزء مهم، ولكن هناك أهم من ذلك واللي هي الحصول على استقرار مادي ومزاجي. ففي هذا الفيديو غادي دير بوز لدماغك وغادي تحلو معايا مزيان، حيت جيت لك اليوم بواحد الموضوع مهم مهم بزاف وخاصك تاخده بعين الاعتبار. مؤخرا كلشي باغي يبدل حياته ويتعلم شي مهارة تنفعو من بعد، ولا ماشي ضروري تكون مهارة، كاين اللي مقاتل مع الباك أولا ديبلوم أولا شي حاجة بحال هكا. واخا حنا في هذا العصر عندنا الانترنت اللي ممكن تعلم منه اي حاجه بغيتي، يعني ما بقاش عندنا داك المشكل ديال البحث عن المعلومه، ولا غادي تبقى تقلب في كتوبه لمده طويله باش تلقى داك الشيء اللي بغيتي. فاليوم مجرد ما انك تكتب المجال اللي بغيتي تتعلم ليه، كيطلعوا قدامك مجموعه من الفيديوهات والمدونات اللي تقدر تستافد منهم بسهوله. ولكن واخا بوجود هذه الامكانيات، كتلقى كلشي كيشكيول عليه ويقول ما عندي كان باش نتعلم، وكتلقاه النار كامل هو كيطلع وينزل فيديوهات تيك توك والانستغرام، وهذا مشكل عندنا كاملين. ولكن حنا غادي نرجعوا للور بالضبط في الايام العاديه فاش كتفيق منك كتهز تليفونك باش تشوف الرسائل اللي وصلوا، وفوق الفراغ ديالك كتهز التليفون، فاش كتخرج مع صحابك كتهز التليفون، كتبغي نفسك كتهز التليفون، كتكون غادي في الطريق كتهز التليفون. فهنا في كاع الاوقات ديالك كتستعمل فيهم التليفون، لو كان ما كيحسشك بشعور زوين ما كنتيش غادي تستعمله. ولكن هنا ما لعبش بوحدك، فهنا كيتفرز الدوبامين واحد الكميه اللي كبيره، والجسم ديالك نهار على نهار كيزيد يتاقلم مع هذه الكميه. وهنا غادي نعطيو مثال باش تفهم اكثر. الدوبامين غادي نعتبره نوع من انواع المخدرات، الاول فاش كتستعمل كيأثر عليك بزاف وكتاخذ واحد النشوه اللي كبيره بزاف وكيعجبك الحال، ولكن المره الثالثه والرابعه كتبدا تنقص ديك النشوه، وانا كيخصك تزيد جرعه اخرى باش تزيد توصل ديك النشوه اللي بغيتي، وكتبقى غادي هكا حتى كتوصل لمرحله الادمان. فإلا اعتبرنا هذا المخدر هو السيجاره، غادي نقول بكل بساطه ان نسبه المستقبلات النيكوتينيه ارتفعت في الدم، ولا خاصك تزيد جرعه اخرى باش يلا يعمروا جميع المستقبلات النيكوتينيه. فجسم الانسان ممكن تعتبره بحال الدري الصغير، فاش كتعطيه شي نهار شي حاجه اللي عزيزه عليه كيبقى ديما يجي عندك باش تعطيه عليه. كذلك جسم الانسان مع الدوبامين، فاش كيحصل على الدوبامين عن طريق شي سلوك او عمل سهل كيبقى ديما يدفعك لممارسه هذا السلوك، وهنا غادي تكون عرفتيني علاش كنهضر، وغتكون تفكرتي دوك الايام اللي وعدتي نفسك انك غادي تدوزهم غير حفاظه وصبر، اخر داك النهار كتلقى راسك دوزتي النهار كامل وانت كتطلع وتهبط في الريلز تاع انستغرام. فالسبب هو داك الدري الصغير، خاصك تعاود ليه التربيه عشيه. في هذا العصر كل ابحاث التطوير اللي كاينه في اعلانات التسويق والمنتجات على السوشيال ميديا، الهدف منها هو ان تثير الدوبامين في الدماغ وتخلي عندك ديك الرغبه باش تاخذ داك المنتج، وتبقى دائما على اتصال في هذه المواقع بدون ملل. ولكن لكل داء دواء، فهاد الظاهره وكل المشاكل اللي ذكرنا في هذا الفيديو عندها حلول، وهذه الحلول كامله كتجمع في كلمه واحده واللي هي دوبامين ديتوكس او صوم الدوبامين. كيف ما شفنا اليوم حياتنا كامله مرتبطه بالدوبامين، لأن الشغف هو الوقود ديال النجاح، والشغف مرتبط بالدوبامين، والدوبامين رابطة بينه وبينه. الخبر فراسكم، تلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي يكون على صوم الدوبامين. تهلاو.